تحية لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا على شاشة الالبي 2. حلقتنا لليوم غنية بمواضيع وفكراتها ورح نترافق سوا أنا وزميلتي عفاف. هاي لين، وأنا بدوري بحييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا، ورح نبدأ مع أول ضيوفنا. وبسعدنا نستقبل اليوم رئيسة جمعيتي لنا وليالي أرستا نورين، زوجة وعقيلة وزير الاتصالات السيدة مارلين حرب. أهلا وسهلا فيك مدام حرب بحلقتنا لليوم. أهلا وسهلا. نورتينا. تسلمي. اليوم نحن بنعرف انه في عجقة اعياد، وبنعرف انه هلا كل الشغل ماشي بادارتك، اكيد رح نحكي عن كل التفاصيل والنشاطات الميلادية اللي محضرينها بالمنطقة، ولكن بداية كأم ورئيسة لجنة وزوجة شخصية سياسية، كيف عم بتعيشوا اجواء العيد؟ اجواء العيد دائما عنا نحن، يعني من وقت ما تجوزت، مش انه هلا هيدي الفترة. العيد عنا عيد مظبوط، يعني لو شو ما كان، لو شو ما كان في مشاكل، لو شو ما كان في أجواء متوترة، نترك كل شيء ورانا وعنا العيد، لأنه عيد هو البهجة للولاد، للعيلة، للي حواليك، للناس اللي بتحبيها، ومنشارك العيد كمان مع كل الناس. يعني منشارك العيد مع القرايب، مع الأهل، مع أهل الضيعة، منشارك العيد مع أصحابنا يلي هن منهم مسيحيه، يمكن ما بيحتفلوا بعيد الميلاد. من كل عمرنا دائما العشاء بعيد الميلاد في عنا اصحاب من كل الطوائف، يعني عنا السني وعنا الشيعي وعنا الدرزي وعنا اصحابنا، وما تتصوري قديش بيكونوا مبسوطين بعيد الميلاد. هاي فرحة الميلاد، هذا يعني معنى العيد المشترك. هذا معنى العيد مظبوط. وكأم سيدة حرب كيف عم تعيشي كمان؟ هلا من غير شر الاولاد صاروا كثير كبار، صاروا هن عم بغنجوني مثل ما انا كنت غنجون. صح. أنا دورنا هلا. عندي عائله من 6 اولاد من غير شر. عندي 3 صبيان و3 بنات. خليلك. وبتعرفي العائله الكبيره هن لحالهم بدون ما يكون في اجواء، بدون ما يكون في حدا من برا. هن عيد. هن عيد لما بيكون كريسماس وحول الشجره من غير شر بيعبوا البيت. كيف هلا هن كبار واصحابهم، نحن معروف عنا البيت انه بعيد الميلاد مثل كانه عيد راس السنه عند غير حدا. يعني مش بس بتقتصر على التركي، على الحبش او على السجره او هيك، لا بيجوا كل الاصحاب، ولادي بيجوا كل اصحابهم. يعني بصفي فيه بالاخر 30 40 شخص، والموسيقى والفرحة. العيد كله اجواء عيد كثير. ان شاء الله بنضلنا معيدين، وكل العالم ولبنان اهم شيء يعيد بايام حلوه. بالسلام. مدام بطرس، حضرتك مثل ما ذكرت زميلتي عفاف زوجة رجل سياسي، ام ورئيسة لجنة، كيف عم تقدر توفقي بين هول كلهم؟ الله بيعطي القوة. لما بتعملي شيء بدون ما تعملي اي جهد ما بتتعبي. وفي مثل بيقول، كان في عنا زلمة بتنورين الله يرحمه، كان كتير بيفهم وكان كتير شغيل، يقول اللي بيشتغل ببيته ما بيتعب. أنا بشتغل ببيتي، مش بيتي كبيتي الزوجة، لا بيتي هي منطقتي، هي ضيعتي، هي أهلي، هي القرايب. واللي بيشتغل بدون ما يعمل إفار، يعني أنا ما بقول اف اليوم عندي 4 5 ساعات. يعني بتقسم الوقت، اوقات كثير بقعد بالليل لانه بكون في عندي كثير اشياء اعملها، بكون عم فكر، يعني نايمه ومش نايمه بكون عم فكر، بقول لازم اعمل هالشيء، في عندي اجنده حدي، بوعى بكتب شو عندي تما انسى، بكتب وبرجع بنام. يعني من هيك بقسم وقتي وتعودت. يعني انا اللي مجوزه انا وبطرس 25 سنه، بهال 25 سنه يعني صار معي اكثر من دكتوراه معه. تعودت على الشغل، وخصوصا اني بحب الشغل وبحب الناس اللي بشتغل معها، ما بعمل افار، ما بتعب، كتر خير الله. مدام بطرس، انتم كعائله ليله عيد الميلاد كيف بتقضوها؟ بتقضوها بالبيت او بتظهروا؟ لا ابدا، ولا مره بنظهر. تجتمعوا كلكم؟ نجتمع بالبيت يعني من الساعه من قبل بنهار بتكون التحضيرات قايمه، الاولاد كلهم مشغولين، بيتركوا دائما لاخر نهار تينقوا هدايا لبعضهم. مثل العاده عجقة العيد حلوه. وكله مشغول، يعني كل واحد بقسم شو الشيء هو اللي بده يهتم فيه. والساعة 8:30 كلنا بنجتمع وبيجوا أصحابنا، وأكيد بتبلش بهجة العيد. وحتى لليوم من الكبير للصغير، أنا توفت ماما من سنتين كان عمرها 90 سنة، 92 سنة، تنطر بابا نويل
حتى هو يعطي اياه الهديه. يعني في عنا بابا نويل بكذب علينا كلنا وبيجي وبدق لنا جرس وبيعطينا الكادو. بكل حال ما في احلى من جمعة العائله بليله عيد الميلاد، وعجقه هالعيد هي عجقه كثير، اغاني الميلاد، فرحه الميلاد. والميلاد قد ما هو حلو، قد ما هو منور، قد ما هو اوقات بترك لك بقلبك غصه، لانه مش كل الناس قادره تفرح، مش كل الناس قادره تعيد. يلي محزون، يلي فقد حدا، يلي مش قادر يعطي اولاده، يلي عم يتمنوه. بس انا ضميري مرتاح، لانه من اول شهر العيد لا تنوصل لنهار العيد قديش الله عطيني اني اقدر ساعد وخلي في بسمه على وش حدا بامكانياتي الصغيره. انا ما بقصر، يعني انا العيد عندي هو ساعد وخلي العيد يكون فيه عند غيري تيوصل لعندي. على كل حال معروف بيتكم مدام حرب قد هو مفتوح لكل اهالي المنطقه ولكل اللبنانيه كمان. لكل اللبنانيه مش بس لاهالي المنطقه، مش بس للمنطقه. على كل حال كنا عم نحكي عن توزيع المهمات ليله العيد، من بين المهمات هل في مهمات معينه بيقوم فيها معالي الوزير بهالليله؟ هل عنده ضيف ضيف معزز كريم؟ لا بطرس، غير انه بتجي الفاتوره، يعني انه ما عنده وقت، ما عنده وقت، وما بحياته هو اهتم بهالشيء، واتكل علي وشاف انه قد الحمل نوعا ما. ما عاد يعني طقوس معينه بيقوم فيها هو شخصيا على الصعيد الشخصي، على الصعيد العائلي، هل في هيك طقوس معينه بيحفظ او بيحرص انها تكون موجوده؟ اول شيء بيحرص كثير انه العائله تكون مجتمعه، اهم شيء عنده. يعني العائلة بدها تكون مجموعة. نحن ليلة الميلاد نقضيها ببيروت مع الأولاد، معودين عليها هيدي إنه مع الأولاد ليلة العيد، وتاني نهار بكير بنكون بتنورين مع الأهل والقرايب وأهل المنطقة وعائلة بطرس، كلهم مع أولادهم مع أحفادهم كمان بيكونوا معنا على الغداء. يعني مقسمين بين بيروت ليلى مع الاولاد ببيروت وبتنورين كمان، البيت مفتوح لكل الناس وكل القرايب والاهل. ما في شك من هذا الموضوع. مدام بطرس، جمعيه ليالي ارز التنورين نعرف انه محضره لاكثر من نشاط، يا ريت بتخبرينا عن اول نشاط محضرينه. اول نشاط رح يكون بعد بكره، مشان هذا مش بس بليالي ارز التنورين. يعني انا قبل ما يكون في عنا ليالي ارز التنورين تقريبا من 20 سنة دايما عنا، إن كان أنا أو بطرس، إنه نهتم بالكبار. كبارنا هن كبريائنا، كبارنا هن تاريخنا، نهتم بالكبار. والكبير يمكن ما عاد العيد يعني له، لأنه هو قضى حياته عم يهتم بولاده. صحيح. كبارنا نحنا بنحب كتير نعيد معهم قبل العيد، دايما بيكون في جمعة. نحن عنا بحدود ال 200-220 ختيار وختيارة، مش ختيار كبير. نعم. ما بدي أقول ختيار لأنه من 70 سنة وطالع، يعني بعدهم أحسن مني يمكن. موجودين بتنورين صيف مع شتي. هالأشخاص هول نحن نتغدى نحن وياهم، دايما بيكون في موسيقى حتى نعيشهم جو العيد، حتى نعيش نحن وياهم فرحة العيد. يعني هن بيعرفوا يرقصوا احسن مني، هن بيدبكوا احلى مني، هن بغنوا اصوات حلوه، في براءه بقلوبهم، في صفاء بقلوبهم، ما في تصنع. هذا نهار كثير كثير انا بنطره من سنه لسنه، وحتى بيجي سانتا وبقدم هدايا كمان، كان للستات وان كان للرجال، وبنقضي 4-5 ساعات كثير حلوين معهم. هيدا السبت. نعم. السبت اللي بعده ان شاء الله يكون الطقس مساعدنا، رح يكون مبلش النهار من الساعة 2 للأربعة ونص مع الأولاد. 17 الشهر عاملين تنورين كريسمس فيليج، وكتير حلوة بالساحة. عنا مغارة كتير كبيرة قدام ساحة الكنيسة، وزينة كتير حلوة، وعنا ساحة تانية رح نعملها بس للأولاد. في بيت لبابا نويل، يعني تقريبا 10 أمتار، بيقدم الهدايا. في بيت بوجهه
مدام بابا نويل يعني هلا انا جوزته ما بعرف اذا مجوز بس انه اذا ملتزم مسز سانتا اذا ملتزم مسز سانتا بتكون عم بتحضر الكب كيكس والكوكيز وهيك وبتعلم الاولاد كيف يزينون. عنا كمان كيوسك مشان تيرسموا على وجوه الاولاد. في باريد رح تمشي بشوارع تنورين على ساعتين ثلاثه وتدق كلها موسيقى العيد. وفي عنا فيك سنو بس هيئتنا ما رح عوزة لانه هيئة التلج جاي رح يكون تلج حقيقي. وفي البرسوناج دو نويل يلي هن بيمشوا مثل البونوم دو نيج والسجرة والدير هودي بصيروا يمشوا كمان بالشوارع. ساعة خمسة رح يطلع المطران مطران بلاد البترون المطران منير خير الله ومع أعيان الضيعة بضووا الزينة يعني بتضوي زينة الضيعة كلها. وخمسة ونص في عنا تنار ماركر عايدي مع أمريكانية كمان هي مشان الأوبرا الميلادية كمان هي بدأت تغني معه. وفي الكورال تنورين يلي أصوات كتير حلوة مي التنورين على فكرة مي التنورين بتجمل الأصوات. رح يعملوا لنا ربع ساعة تراتيل شرقية وهيدي هي يعني عنا نهار كامل أجواء ميلادية. وهلا رح نشوف سوا بهالفيديو أجواء الميلاد السنة الماضية بتنورين. مرسي عفاف أنا بحب اسمك لأنه أختي اسمها وأنا ستحبك أختك أكثر لأنه على اسمي كمان. يلا نشوف سوا الفيديو. يعني اجواء ميلاديه بامتياز والسنه كمان موعودين باجواء ميلاديه بعد احلى واحلى ان شاء الله ان شاء الله. السنه الماضيه كان كمان في شيء مميز. السنه الماضيه كان في عنا من دار الايتام الاسلاميه بعثوا لنا 40 ولد ودار الطايفه الدرزيه كمان ست خوله ارسلان كمان بعثت فان بوستا يعني فيها كمان بحدود ال 40 ولد وكثير انبسطوا بس حرام كثير بردوا يعني هم قاعدين معودين مش معودين وطلعوا كان نهار برد بس كانت نهار يعني كان نهار كثير حلو انه هالولاد اندمجوا ولاد تنورين مع الولاد اللي جايين من برا تنورين وهيك اهتموا فيهم كان نهار كثير حلو. هيدا نهار الالفه اللبنانيه المضبوطه. كنا عم نحكي عن اجواء تنورين وعم نشوف اجواء تنورين قد ايه بتفرحي لما بتشوفي الاجواء الميلاديه عم تعم كل المناطق اللبنانيه. الحمد لله نشكر الله نشكر الله. ما هو كمان ما تنسي انه في اعمال فرديه بتقوم فيها كل الجمعيات لانه يمكن الدوله منا قادره تامن كل هالاشياء بس اكيد عم تعمل جهدها حتى تامن الامان ويكون في امن حتى كل هالاشياء تصير بدون اي مشاكل. صح. بس في مبادرات فرديه عم بتقوم فيها كل الجمعيات هي اللي عم بتعم هالفرحه وين ما كان يعني مشكوره كتر خير الله انه اللبناني شخص واحد بيقدر يفرح 100 شخص. فكم بالحري اذا كانوا مجموعه ناس
بفرحوا نص البلد يمكن. الحمد لله. مزبوط. الحمد لله. أكيد زرت شي منطقة مدام بطرس هلأ بأجواء الميلاد؟ وإذا بعد ما زرت في شي منطقة معينة عبالك تزوريها؟ لا ما زرت لأنه ما صار لي وقت، لأنه عم لي فترة بتنورين عم بحضر. بس أنا إذا بحب أني زور بحب زور قانا. بحب أطلع قانا. قانا صارت أول عجيبة للمسيح وقت اللي كان بعده كتير شاب صغير، كان بعد مش معروف. أنا كنت بتمنى أني أطلع زور قانا بهالفترة هاي. أنا مرة زرت قانا مع الست رندا بري، أخذتنا مشوار حتى نزور المنطقة، بس كانت بأوضاع وقت كان في قصف إسرائيلية وكان في هدم وكان في شهداء. أنا بفضل اليوم من بعد ما تحرر الجنوب أني أطلع وزور قانا، وأكيد يمكن يوما ما بعملها هلأ بالفترة القريبة إن شاء الله. إن شاء الله قريبا. مدام حرب، أول نشاط لجمعية لنا هو بناء مركز للراحة. نعم. للمسنين، خبرينا عن هالإنجاز. المركز هو بالأصل كان فيه نحن موعودين من الصندوق الكويتي، لما طلعنا بالفكرة كلنا قدمنا مشروع كتير كبير اندور او دور، يعني مش بس للختيرية يلي ما بيقدروا يمشوا او يلي كتير مرضى او كتير مسنين. كنا بدنا نعمل نادي للمسنين اللي عايشين وحدهم بس يلي هن بصحة جيدة، بيجوا بقضوا نهارهم، بيكون في خدمة طبية، بيكون في خدمة اجتماعية، بيكونوا قاعدين مع بعضهم مثل كأنه اوتيل نازلين فيه، وبيرجعوا بيناموا ببيتهم ليتسلوا، يعني ليتسلوا، تيكون في عايشين مع بعضهم. نحن بجرد على علو 1500 متر في وحدانيه بايام الشتاء. قررنا انه نعمل هالنادي هيدا، وبقدمنا مشروع للصندوق الكويتي، بس بوقتها وقف الصندوق الكويتي ما عاد عمل مشاريع بلبنان لحظنا. رجعنا قلنا انا كان عندي مشوار باستراليا وعملوا فاندريزنج دينر، جمعنا فيه بحدود ال 130-135 ألف دولار، بقيوا معي. قلت شو بدنا نعمل يعني، بس 135 ألف دولار ما فيك تعملي شيء فيهم. دير حوب، عنا دير عمره 250 سنة بالتنورين، كتير حلو، عنده حارة قديمة حده، قدموا لي إياها وقدرنا أنا والإخوارني وأبونا الرئيس خصوصي بالدير زبطنا الحارة، عملنا لها ريستوراسيون وحطينا لها شوفاج وزبطناها كتير، طلعت مثل كأنه بوتيك أوتيل. يعني طلعت بحلاوة، أكيد رح تطلعوا تصوروا وتشوفوا بس نخلصوا، لأنه طلع شيء كتير حلو وقصدت يطلع شيء حلو، لأنه اللي هالكبير يلي ترك بيته رايح على مركز بعيد عن بيته، أنا قصدت أنه بس يفوت يلاقي أنه هو جاي على محل أحلى من بيته، جاي على محل في ألوان أكتر من بيته، مش جاي على محل مثل كأنه سجن انفرادي. صح. أو على محل كتير درويش وكتير كتير أقل من البسيط. لا، يعني عم تأمنوا له الراحة. مظبوط. وأنا وعم بنقي البرادي وعم بنقي الألوان، لما عرفت الناس أنه أنا عم بنقي لمركز عناية بالكبار اندهشوا بالأشياء اللي عم نقيها، وكله ترك الطاولة وإجا صار يساعدني وانبسطوا بالفكرة أنه شو عم نعمل. على شو ركزت يا مدام حرب؟ ركزت على الألوان كتير، ركزت على الألوان، ركزت على أنه إذا بدها تفرق معي 500 دولار مشان نقي مش هالقد حلو، مش سادة، يعني قصدت يكون في يكون ألوان. في تاتش شخصية. مش أنه أنا عم بفرش يلا هيك. لا، كل أوضة كانت لون، أوضة النسوان عملتها مع الدانتيل ومع المزهر، أوضة الرجال عملتها مع الأزرق ومع البيج، يعني أصادت أنه حياة كمان. يكون في حياة وهوية. حتى اللوبي عملت لهم في الترومبلوي، يعني بانتور مثل كأنهم قاعدين بجنينة، كتير حلو، وقدرنا عملنا قد إمكانياتنا. وزارة الصحة سمحت لنا بعشرين تخت، وبإذن الله رح نفتتح بعد 15 يوم إن شاء الله. مدام حرب، معليب بيتدخل بشغلك بيعطيك نصائح؟ أكيد أكيد. أنا كل شيء بدي، كل شيء مشروع براسي أنا وبطرس منتناقش فيه، في كتير أفكار هو بيعطيني إياها، وفي سند كبير يلي هو السند المعنوي والأهم، وسند أنه مجرد ما أكون أنا عم بقول أنا مرت بطرس حرب بدي أعمل هالمشروع بنزاهته
وبنظافته وبتاريخه الحلو كل الناس بتساعدني. ما في شك من هذا الموضوع. مدام مارلين بطرس حرب، اهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم، نورتينا وشرفتينا. مرسي. ونحن دائما هيك بنفرح لما بتكوني موجوده معنا، خاصه لما بنكون عم نحكي عن النشاطات المهمه يلي بتقدموها بكل المناسبات، ما بتقفوا ابدا ولا مناسبه ولا مهرجان ولا تكونوا موجودين مع كل اهالي البلده ومع كل اللبنانيين لحتى تقدموا الافضل لهم وتقدموا لهم الاجواء المناسبه كمان. ان شاء الله نضلنا نقدر، يعني لانه شو ما عملنا نحن مع اهلنا بنضلنا مقصرين. اهلنا صمدوا واهلنا جاهدوا وتحتى بقيوا بارضهم وتحتى بقيوا مطرح ما هن، اقل شيء انه نحن بهالاعياد او بغير الاعياد نكون واقفين حدهم. وبهالمناسبه بدي اتشكر شركه الفا يلي هي عملت لنا سبونسرينج تحتى نقدر نقوم بكل هالنشاطات بعيد الميلاد. يعطيكم الف عافيه. كل سنه وانتم بالف خير. وانتم بالف خير. يا اهلا وسهلا عليك. يا هلا.